نجمة بداخلها كل الفصول الأربعة، فراشة سعيدة وأحياناً حائرة، في صندوق أحلامها استقرار ودفء وأمان وأمومة ونجومية وسعادة. الفنانة السورية جمالة مراد في عقد النجوم. جمالة مراد مساء الخير. مساء النور. المزيكا ودانك كويسة ولا نعليها؟ لا كويسة. سامعة ايه؟ حاجة كده زن مش كده؟ قوليلي الرعد في دمشق شكله عامل ازاي؟ قوي قوي. والبرق والمطر؟ اقوى اقوى. احلى جو في دمشق ممكن يبقى امتى؟ دايما. امتى جواكي يبقى فيه الفصول الاربعة؟ على طول. لا مش على طول، اكيد في لحظات معينه الفصول الاربعه. بس انا دايما اب داون اب داون، دايما كده يعني في الثانيه ممكن ابقى شويه كده. يعني انا حد متقلب. تحب الليل ولا النهار؟ الليل. البرد ولا الحر؟ الحر. القمر ولا الشمس؟ الشمس. لما حد يقولك انت زي القمر تحكي؟ طبعا. حتى بعد ما طلعوا القمر ولقوه مليان صخور وحاجات مش كويسه؟ بحب يقولوا لي انت احلى من القمر. احلى من القمر؟ اه. انت حاسه انك احلى من القمر؟ احلى. وبصي اهو اهو. قولي لي امتى تحسي انك في تيار ضعف مش قادره تقاوميه؟ في تيار ضعف؟ ايوه. بحس كده يعني، اكيد بحس كده، بس امتى؟ امتى؟ امتى امتى احس ان انا ضعيفه؟ ايوه بسرعه. مش قادرة اجمع. الهوي البرق جامد. البرق جامد. قوليلي امتى افكارك تبقى سخنة؟ دايما قبل ما احط راسي على المخدة براجع كل حاجة، بفكر في كل حاجة. اخر فكرة سخنة دخلت دماغك كانت ايه؟ اخر فكرة سخنة؟ دلوقتي. تعرفي تعومي في بحر النجاح؟ عشان الواحد ما يغرقش في بحر النجاح. ايه طوق النجاح؟ طوق النجاة بتاع النجاح؟ لا، طوق النجاة بتاع بحر النجاح عشان ما يغرقش فيه. الذكاء. انت ذكية بنسبة كام ريختر؟ ما اقدرش احدد، بس الناس بتقول عينيكي فيها ذكاء. بيقولوا ان بركان عصبيتك مالوش حدود. كده انت مش عصبية؟ طب قالوا لي ان فيضان عنادك ما حدش يقدر يصد. صح؟ عنيدة ازاي؟ عنيدة. عايزة حاجة عايزاها. ممكن عنادك ده يجرفك لطيار ما كنتش تتخيليه؟ لا، بعمل كنترول. دمعتك ممكن تبقى شلال ولا بتنقط نقطة نقطة كده؟ حسب ممكن ايه؟ ممكن احيانا تبقى شلال، واحيانا ما بعرفش اعيط. لو انا جرحتك قدام الناس ايه ممكن يطلع منك من الكوارث الطبيعية؟ هعيط. طبيعتك شكلها ايه؟ مجنونة. انت سهلة ولا منبسطة؟ سهلة صعبة، سهل ممتنع. لو انت جبل عايزة اطلعه هتطلعه في مدة طويلة ولا في مدة قصيرة؟ لو فهمته هتطلعه بسرعة، لو ما فهمتوش مش هتعرف تطلعه ابدا. اللي فهموك كتير ولا قليلين؟ قليلين. ليه؟ علشان انا سهلة صعبة. تحبي تمشي تحت المطر؟ ما تحبيش تمسكي شمسية؟ لا، بحب اتبلي. بتحبي تتبلي؟ انت تتبلي في الخجل. لما احب. مبلوله لما تحبي بس. يعني هل حصل لك موقف محرج خلاكي مبلوله من الخجل؟ قصدك لا، مواقف محرجه. طبعا اكيد. فاكره حاجه؟ لا. يعني لو انت مثلا بتمثلي على خشبه المسرح وفستانك القطع، ده مش يبقى موقف محرج؟ لا ده عادي. حصل؟ لا ما حصلش، بس عادي. ده يعني انا ماليش ذنب فيه. اتقطع اعمل ايه؟ اتقطع. قولي لي سيل ابتسامتك امتى ما ينقطعش؟ انا دايما مبتسمه، بصحى مبتسمه. طب وريني شكل ابتسامتك كده.
امتى بتحسي بغبار الندم عمال يحوم حواليكي؟ لما بحس ان انا اتسرعت. امتى اتسرعتي؟ كتير. قولي لي حاجه واحده اتسرعتي فيها. حاجات كتير بتسرع، مع ان انا يعني احساسي بيقول لي دايما بيقول لي الحقيقه، يعني دايما صح، بس لما بكذب احساسي بندم. انت بنت الطبيعه؟ اه. يعني ممكن الطبيعه تاثر عليكي؟ اه طبعا. طب لو سمعت البرد، لو سمعت البرد تحسي بايه؟ آه رهبه. التلج، عظمه ربنا. التلج بيعمل لك ايه؟ صفاء. الشمس بالنسبه لي حياه. انت نجمه. انا شمس. لما بتحبي بتعدي النجوم؟ اه كنت وانا صغيره، بس حاليا لا. فاكره عدتي كام نجمه؟ كتير، وحتى كانوا يقولوا لنا ان لو عديتوا نجوم هيطلع في ايديكوا حاجه تواليل وكده. عارفه في حاجه اسمها النيزك كده، تلاقي حاجه فيها نار بتعدي كده. امتى تبقي زي النار؟ لما امتى تبقى زي النار؟ اه بص، انا دايما ايقاعي سريع في الحياه، يعني انا ما بعرفش اقعد. امتى تبقي فتره؟ ابقى فتره لما احس، يعني لما احس انه في حد سخيف قدامي ابقى فتره. عندي سؤال ما ينفعش اساله لجمانه مراد. ايه هو؟ امتى تبقي بارده؟ صعب. لا اعصابي في ثلاجه، اعصابي في ثلاجه. امتى تبقي دافيه؟ دايما. امتى تبقي مكهربه؟ لما ببقى قاعده في قاعده مش عجباني. امتى تبقي متسرعه؟ لما قلبي بيوجعني على حد فبتسرع. امتى تبقي مهزوزه؟ مهزوزه وانا بستنى نتيجه اي عمل، ببقى ما عنديش ثقه. لو بعد الشر وانت قاعده في مكان حصل فيه زلزال، اول حاجه هتفكري فيها ايه؟ زلزال؟ اه حصلت على فكره من فتره كده، حسيت انه يعني سن زلزال، خفت ما عرفتش افكر. ايه الاعصار؟ كلمت صاحبتي. ايه الاعصار اللي بتحلمي بيه؟ الاعصار؟ اه بحب يجي اعصار حب كده، يعصر بكل الناس ويملي قلوبها حب، ولان لو مليت قلوبهم حب خلاص مش هيبقى في اي حاجه وحشه. واضح ان الحب مالي حياتك. اكيد الحب اساس حياتنا كلها. موجود دلوقتي حب في اللحظه اللي انت فيها؟ آه دي طبعا. قولي لي جهاز ارصادك العاطفيه مفتاحه مع مين؟ حسب عاطفيه، يعني حب وعشق؟ لا يعني انا عشان اعرف ارصد حاله الطقس العاطفي جواكي اعرف من مين اللي معاه المفتاح. عينيا. تحس من عينيا ان انا قاعده مبسوطه؟ وريني عينيك الحلوه كده. ايوه ايوه. طب مش ناويه تعملي نسخه وتدي مفتاح لحد؟ لا ما ينفعش خالص. مفيش حد يستطيع ان يتحمل كوارث طبيعه جمانه مراد؟ كوارثي حسب الكوارث اللي ممكن تتعمل. اخر سؤال بسرعه قبل ما نمشي، انت كارثه؟ انا كارثه، ونيفين الزهيري بتفضل تقول لي يا كارثه. انت كارثه. مين نيفين الزهيري؟ صاحبتي. انت كارثه. اه طب بصي يا كارثه، غمضي عينيكي وخدي نفس. جمانة يعني لؤلؤة. اه صح؟ اللؤلؤة بتبقى جوه محارة ومقفول عليها. انت جوه محارة مقفول عليكي؟ بأي شكل؟ يعني ليكي دنيا وعالم خاص محدش يعرفه؟ اه ليه عالم خاص طبعا. أهم ما يميز هذا العالم الخاص ايه؟ وأي حد أصلا، إن أي حد يخش للعالم الخاص ده يبقى مش عايز يخرج منه. انت برج الحمل؟ كان نفسك في برج تاني ولا عاجبك الحمل؟ لا عاجبني. ايه أهم مساوئ برج الحمل؟ التسرع. التسرع. انت بيقولوا انك عاطفيه لدرجه الجنون وعقلانيه لدرجه لا تصور. انا مش فاهم، انت عاطفيه ولا عقلانيه؟ الاثنين. ازاي؟ ما اعرفش ازاي تبقي منتجه ومسؤوله عن فلوس وفي نفس الوقت عاشقه. اصل انا بقول دايما ما ينفعش تقول يعني الشخص ده عصبي او الشخص ده رومانسي، الشخص ده واقعي. ما ينفعش تحدد. احنا كلنا بشر، فحسب الموقف اللي انت بتتحط فيه. يعني احيانا في مواقف اجباري يعني عنك هتكون رومانسي، بس بقى الحكايه نسب. نسب يعني ممكن بقى حد يبقى رومانسي كتير تو ماتش يعني. وحد وانت صغيره كان عندك عقده؟
وانا صغير انا لغايه دلوقتي عندي عقده. عقده ايه؟ الوحده. انت وحيده؟ لا بس انا بخاف من الوحده، ما انا مش بتخافي وحيده. بتخافي من الوحده، تحبي ناس حواليكي. ما كانش في عقده عندك وانت صغيره ضربتي عليها علقه؟ ضربت علقات كتير. ضربت علقه؟ تقولي لي علقه في عقده، يعني انا في عقده اكيد ضربت عليها علقه. لا بص هقول لك على حاجه، يعني انا افكري. مش فاكره. حد يطلع فوق السطوح ويمشي على السور بتاع السطوح ويخلي راسه تحت ورجليه فوق ويلعب جمباز والشارع تحتيه؟ بتضحك على ايه؟ حد يعمل كده؟ انا ده بقى جنان ولا عقده ولا تهور ولا طيش شباب ولا ايه؟ جنان. 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 انا مجنونه. مجنونه. اتضربتي جامد على ما عملتي ده؟ طبعا. وبطلتي تلعبي جمباز في السطوح؟ لا. بتلعبي جمباز لغايه دلوقتي؟ بتلعبي جمباز؟ لا لغايه دلوقتي لا طبعا لا، بس وقتها ما بطلتش. طيب صحيح ضربت بس ما بطلتش. بابا مره سابك في المحل، بابا كان عنده محلات وسابك في المحل عشان تبيعي وتشتري مع الناس وكده، فجم الناس وبعت لهم كل الحاجات بربع الثمن، فخدتي علقه كمان. انت ايه حكايتك؟ انا حاجه شقيه شقيه. ده تهور؟ لا مش كده، بس ما انا بص ممكن تتغزني او ما انا غيظك في حاجه اكبر. ايه اللي يغيظك؟ كنت متغاظه من بابايا. ايه اللي يغيظك؟ كان غيظني عايزه. انت بصفه عامه ايه اللي يغيظك في الحياه؟ انا ايه اللي غيظني؟ ما بحبش يعني ما حسب يعني الموقف. اتقرصتي يا جمانه؟ طبعا. لما بتتقرصي بتعملي ايه؟ زمان زمان كنت بتضايق وبعيط وما اعرفش ايه. ودلوقتي بضحك. بتضحكي ازاي؟ بقى عندي مناعة. يعني دلوقتي لو انا يعني لو اتقرصتي جامد من حد بتضحكي ازاي؟ بضحك. بصوت عالي؟ ايه؟ لا بضحك كده بيني وبين نفسي وخلاص. بدل ما تعيطي. لان انا المهم ان انا اكتشف اللي قدامي. ده اللي بقى يهمني دلوقتي. دموعك عنيدة ولا مطيعة؟ أول ما تقول لها تعالي تيجي. لا مطيعة. مطيعة. آخر مرة قلت لها تعالي جت إمتى؟ مفيش من شوية. أنت ممكن تعيش على أي حاجة؟ لا مش على أي حاجة بس أنا حساسة. لو حد قال لك كلمة ممكن تجرحك كنت تعيطي؟ طبعا عادي. بتعيطي قدام الناس؟ بحاول امسك نفسي على قد ما اقدر. ليه البنات لما حد بيزعلهم يجروا على اوضه النوم ويترموا على سرير ويقعدوا يعيطوا عليه؟ ما اعرفش الغالبيه كده. انت بتعيطي فين؟ لا بس انا مش كده. بتعيطي في اي حته؟ انا بعيط في الحمام. في الحمام مش على السرير. بتضحكي ليه؟ والله. بتضحكي ليه؟ عشان ما حدش يشوفني وانا بعيط. طب لو حد شافك كنت بتعيطي؟ ما بحبش. امتى ضحكتك تنور وشك؟ يعني لما انجح اكتر. قلبك حاجه. قلبك صعب ولا عنيد؟ قلبي مزاجي. قلبك ايه؟ مزاجي. مزاجي متقلب. التقلبات بتاعته دي ممكن تخليه يخش في صدمات عاطفيه كتير؟ لا. كم مفيش ولا صدمه في حياتك؟ لا يعني مزاجي مش معنى ان انا مثلا مزاجيه بعواطفي. لا مش كده يعني انا مثلا يعني. لا يعني انا يا احب يا ما احبش. حبيتي كتير؟ اكيد حبيت واتحبيت بس مش كتير. تحبي اللي يحبك بجنون ولا اللي يحبك بفهم؟ احب اللي يحبني بفهم. في تجاربك العاطفيه اللي حبك بفهم كانوا كتير ولا قليلين؟ قليلين. وعملتي ايه؟ مفيش يعني هعمل ايه؟ كامل الشناوي بيقول لك اشتري الحب بالعذاب، العذاب لازم للحب؟ ما هو بيقولوا حلاوه الحب في عذابه. اتعذبتي بالحب؟ طبعا. حلو. وتلوعتي؟ طبعا. وعديتي النجوم؟ طبعا. فكرتي في الانتحار؟ ياه كتير. تكلمي جد؟ والله. عشان تخلصي من حياتك؟ لا وانا مراهقه فكرت في الانتحار كتير بس مش يعني حاليا طبعا يعني انا كمسلمه عارفه ان ده حرام وكذا بس اكيد انا فكرت في ده. عملتي الخطوه دي؟ حاولت انتحر؟ حاولت. وبعدين؟ اعتراف خطير خده مني. وبعدين؟ حاولت. وبعدين؟ مفيش. انقذوكي لسه عايشه قدامك اهو. انقذوكي لما بتبصي على صورتك وانت منتحره او هتنتحري بتقولي على جمانه دي ايه؟ مجنونه. مجنونه. طب ممكن المجنونه دي تقول لي كام في الميه من اللي قالته لي ده كان صادق وكام في الميه نص نص؟ كل حاجه قلتها صح. متاكده؟ انا لغايه دلوقتي عندي عقده. جنان. انا مجنونه. بص ممكن انت تغزني او ما انا غيظك في حاجه اكبر. لا يعني انا يا احب يا ما احبش. حاولت انتحر؟ حاولت. جمانة عملت فيلم اسمه لحظات انوثه. يا لهوي الفيلم ده هيجيب اخرتي. ماليش دعوه انا عايز اسالك بتشوف الانوثه ازاي؟ حسب يعني انا بقول كل انثى وليها سحرها.
يا سلام قولي لي سحر جمانة كلمة السر فيه ايه؟ يعني انا بقول مفيش انثى مش جميلة. مش عايز كلام انسى. انا سحر جمانة ما اقدرش اقول مين اللي يقدر يقول. لازم تكتشف. لازم اكتشف. انت اكتشف. الرجال الذين عبروا قلبك قدروا يكتشفوا سرك؟ مش كلهم. يعني لو قلنا هم كانوا ستة مثلا، يعني كان واحد من الستة عارف سرك؟ سحري ولا سري؟ ما هو سحرك في سرك وسرك في سحرك. ممكن مش عارف دلوقتي مش بجمع. كم واحد من الستة؟ لا يعني من ستة؟ اه لو قلنا ان هم ستة. لا هم اربعة. هم اربعة. كم واحد من الاربعة؟ كم واحد من الاربعة عارف سرك؟ من زمان بعد دلوقتي متجوزة انت هتطلقني. لا كم واحد عارف سرك؟ اتنين من اربعة. بتكافئهم ازاي؟ يعني اللي بيعرف سرك وسعرك ويفهمك بتكافئيه ازاي؟ بص انا بقول اي حاجه، الحب معامله، المكافاه هي معامله. المكافاه هي معامله. اه المعامله كويسه طبعا. اه الست عايزه ايه من الراجل؟ الست اه انا بالنسبه لي اكتر آه. حاجه آه. انا بحب الحنيه قوي. حسب الامان؟ اه حاليا اه. كنت زمان مش حساه؟ لا. ايه اللي بيخلي الست تخاف على العلاقه؟ يعني ايه اللي يخليها تبقى قلقانه ان العلاقه دي ممكن تبوظ؟ لا تبقى قلقانه، تبقى في حاجه غلط اكيد. في حاجه غلط. طب لو في حاجه غلط في شعرك او في مكياجك بتعملي ايه؟ بقول لهم مرايه. مرايه اه. بس هو انا شايف في حاجه غلط دلوقتي في شعرك. معلش عادي مفيش مشكله. مش مشكله. لما بتبصي على المرايه بتشوفي جمانة ازاي؟ احيانا ببص بحب نفسي قوي. اه بصراحه. وامتى تلاقي نفسك مش حباكي؟ واحيانا ببقى متضايقه من نفسي. اه بتندمي كتير؟ بص لما بعمل حاجه انا مش مقتنعه فيها او بحس ان انا غلط آه. ما بحبش ابص على المرايه. تمام. عشان انا بشوف نفسي صح قوي. بتندم كتير؟ بندم كتير. بندم آه. لو عملت حاجه غلط اكيد بندم. قولي لي قرار خدتيه وندمت عليه. كتير انا متسرعه بندم على حاجات كتير، يعني ندمان انا اشتغلت في لحظات انوثه مثلا. مثلا يعني يعني قلبك وعقلك بيتخانقوا مع بعض ولا اصحاب؟ لا بيتخانقوا قوي. بيتخانقوا قوي. مين بيكسب؟ عقلي. انت جواكي اكتر من ست؟ مليون ست. حاسه ان نظره عينيكي دي هي سلاحك في الحياه؟ لا هي اللي يعني انا عندي حدث قوي، يعني ان انا بقرا. ممكن تبقى سلاحك في التمثيل؟ سلاحي في التمثيل عينيا طبعا، الممثل عينين. اه ممكن تضربي جمانه ده معنويا بالقلم على وشها؟ كتير. بتفوقيها؟ بفوقها لما طبعا. لما بتعمل ايه بتفوقيها؟ لو حاسه ان انا هغلط او يعني في حاجه ما ينفعش، يعني موقف لازم كنت انا اخد موقف غير اللي انا اخدته مثلا آه. اصح اه بكلم نفسي، انا بكلم نفسي قوي. غلطه عمري جمانه مراد ايه؟ غلطه عمري دي كبيره قوي الكلمه آه. دي ما فيش. لا مش الدرجات دي غلطه آه. عمري ما اقدرش اقول لك يعني دلوقتي بقى. عندك حلم ضاع مش هيتحقق؟ اكيد يعني مش كل حاجه بتحلم بيها بتتحقق، بس انا الحمد لله انا محظوظه، انا بحس انه يعني 90% من احلامي اتحققت. حلم الامومه لسه جواكي؟ اه طبعا. هتبقي ام كويسه ان شاء الله. اهم حاجه هتعلميها لبنتك ايه؟ مخافه ربنا والصدق. اهم حاجه علمتها مامتك ليكي كانت ايه؟ دايما مامتي دايما ما فيش على لسانها غير كلمه عيب وحرام، عيب وحرام. اه اه فيعني إيه؟ كانت متزمته. ايه اكبر عيب ممكن تحسيه؟ يعني ايه اكبر عيب في الدنيا بالنسبه لك؟ الاذى والحرام. والحرام طبعا. اتاذيتي؟ اه طبعا اتاذيت. بتبقي عارفه اللي اذاكي؟ اه كتير. لو انت ماشيه وشفتيه في وشك بتعملي ايه؟ عادي مش هعمل حاجه، ما ربنا موجود يعني انا بتحاسب. لاي مدى بتحبي كبريائك؟ اه بحب نفسي قوي، بحب كبريائي، كرامتي فوق كل شيء. لاي مدى بتحبي جمالك؟ بحب ان انا ابقى حلوه بس مش هوس بالنسبه لي. احيانا ممكن تهبشي في اللي قدامك؟ لا انا يعني انا بقول كل سنه الواحد بيتغير. زمان كنت كده، دلوقتي بقيت هاديه جدا، بقول لك بضحك ما بتاثرش. انت ذكيه بالقدر اللي يكفيكي؟ احيانا بحس ان انا ذكيه، احيانا بحس ان انا غبيه. حاسه ان احلامك وطموحاتك اكبر من امكانياتك؟ لا حاسه ان امكانياتي اكبر. ايه؟ حاسه ان امكانياتي اكبر، يعني انا لسه في حاجات جوايا عايزه اقدمها، عايزه اعملها آه. لسه ما جاتليش الفرصه دي. حاسه انك ذكيه. هل في لحظه مره قلتي لجمانه يا غبيه؟ اه. امتى؟ يعني لما بختار حاجه غلط، انا بقول ده غباء اللي انا عملته في لو نفسي. لو في 10 حاجات هتختاريها في الحياه بصفه عامه، كم حاجه من العشرة دي هتختاريها صح وكم حاجه هتختاريها غلط؟ لو فكرت وتأنيت وما تسرعتش آه. هختار يعني مينيموم 9. ولو اتسرعتي؟ لو اتسرعت هيبقى
نص 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 نص. طب عايز اسالك، هل الاسئله اللي انا قلتها لك دي الاجابات بتاعتها كانت نص نص في صدقها ولا 100 100؟ لا كانت كويسه 100 100. ماشي الحال يعني. اصلا انا نسيت انت سالتني ايه. احيانا ببص بحب نفسي قوي صراحه، ما بحبش ابص على المرايه، انا بشوف نفسي صح قوي. ندمان انا اشتغلت في لحظات انوثه مثلا. بحب نفسي قوي، بحب كبريائي، كرامتي فوق كل شيء. لو سالت اللؤلؤه، عندك عاشق جايب لك لؤلؤ وعاشق تاني جايب لك ورد، اني واحد فيهم يخش قلبك اسرع؟ لؤلؤ. لؤلؤ عشان انا ما بحبش الورد. يا سلام، هي بس دي المشكله ولا بتحب المجوهرات زي كل الستات؟ لا اكيد بحب المجوهرات، بس يعني هي الحكايه مش حكايه اللي جايب لي ورد ولا لؤلؤ. عادي، بس انا من الناس اللي ما بحبوش الورد. الورد بيذكرني بالموت، ما بيذكرنيش في حاجه تانية. الورد بيذكرك بالموت. الموت خد منك ناس عزيزه عليكي. طبعا. لما بتفتكريهم بتحسي بايه؟ ما بنساهمش اصلا عشان افتكرهم. آخر حد دايما في بالي. اخر حد الموت خطفه من حياتك كان مين؟ صاحبتي. مين؟ انتمتي يعني. صاحبتي ماتت استشهاد. استشهدت. طب نفسك تشوفيها؟ بشوفها دايما. طب غمضي عينيكي كده، احلمي ان انت دلوقتي اسمها ايه صاحبتك؟ غمضي عينيك ما تفتحيش لما اقول لك. اسمها نهله. نهله. طيب انت دلوقتي في دمشق ورحتوا في الكافيه اللي انتوا متعودين تتقابلوا مع بعض فيه وبتشربوا القهوه، وجات لك نهله. بلاش بقى، ارجوكي غمضي عينيكي. لا مش هقدر. ارجوكي ارجوكي هتحول. كملي. لا 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 كملي عليك، كملي عليك. مش لا خلاص هنعدي. خلاص غمضي عينيكي وقاعده مع نهله. جمانه بصيلي بصيلي بصيلي. مش قادره. نهله معاكي وبتقولك انا ما متش، وحشتيني، بحبك، اخبارك ايه، انت مكسره الدنيا. صح. فتحي عينيكي. نهله مشيت. فصيلي. ستوب. يعني انا دايما بشك في صدق نجومنا وبعض لهم انتوا كنتوا صادقين ولا لا. اللحظه اللي فاتت دي كانت صادقه جدا، انا بشكرك عليها وبتاسف ليكي. بتخافي من الموت؟ مش بخاف انا ان انا اموت. بخاف افقد اللي انا بحبهم. بس ايه الصفه اللي فيكي بتحمدي ربنا انها مش موجوده في ستات كتير؟ معرفش. مفهومه صح ولا غلط يا جمان؟ مفهومة صح ولا غلط؟ أنا؟ غالباً غلط. لما بتتفهمي غلط بتفهمي اللي فهمك الصح ولا تسيبيه؟ لو الناس تهمني، يعني لو الشخص يهمني أفهمه الصح. لو ما يهمنيش خلاص. بتكرهي الوحدة، الظروف حتمت إن أنت تلاقي نفسك فعلاً بين أربع جدران، تحسي بإيه؟ معرفش. وأنا بخاف، بخاف لما أبقى كبيرة أبقى وحيدة. انت هتبقي كبيره بس جميله. بس بخاف ابقى وحيده. بتخافي من الوحده. انجلينا جولي دي مثلك الاعلى مش كده؟ لا بحبها. بتحبيها. بس مش مثلي الاعلى. بس مين بحبها. مثلك الاعلى في الحياه؟ في حياتي امي. امي هي مثلي الاعلى. ايه؟ امي. اهم قيمه اتعلمتيها منها ايه؟ من مامتي. حب الناس. لما هتبقي عجوزه عندك 70 80 سنه وجران نجمه هايله جدا، هتعملي عمليات تجميل؟ لو احتجت انا ممكن. اخبار ريكي ايه؟ ريكي كويس. انا الحقيقه في معلومه كده عايز اقولها للناس. ريكي دخل المدرسه مش كده؟ الف مبروك. الله يبارك. مش نقول للناس مين ريكي؟ قولي مين ريكي. ريكي الدوجي بتاعي. الكلب بتاعك. دخل المدرسه. مدرسه ايه بقى؟ لا مدرسه داخليه. مدرسه داخليه. وعشان كمان. طب ليه تحرميني منك كده؟ لا يعني يقعد طول الاسبوع ما يشوفكيش ويشوفك مره كل اسبوع؟ ما هو لازم عشان هو عايز يبقى عنده استقلال في الشخصيه. هو ما عندوش شخصيه ابدا. ريكي ما عندوش شخصيه. ومين هيتعامل معاك يبقى عنده شخصيه؟ انت شخصيه قويه باين عليك. لا مش علشان انا شخصيه قويه، علشان انا حنيتي اوفر. فانا كل ما حنيتك على ريكي افسدته. افسدته. طب وجوتشي وريتشي؟
كمان لا دول هم شخصيتهم اقوى من شخصيتي. دول قولي الناس دول مين؟ جوتشي وروتشي. جوتشي وبوتشي دول القطط اللي عندي. دول توأم. توأم برضو بتدلعي عليهم؟ دول هم اللي بتدلعوا. دول انا ما دول هم اللي بتدلعوا. دول جامدين والله. دول الدلع كله بقى. قولي جيرمان شيبرد يعني. وكبير قد كده وبيخاف منهم. طب ايه الحيوان اللي انت بتخافي منه عندك عقده منه؟ انا ما بحبش الحاجات الزواحف. الزواحف. ممكن تبقي زي القطه يا جمانة؟ لا. في مثل وحش يقول لك القطه تاكل وتنكر. انا عارفه بقوله. في مثل تاني انيل بيقول لك القطه بسبع ارواح. والقطه تاكل ولادها وما اعرفش. ايه امثال كتير. تخربشي امتى؟ ما بحبش اخربش. لا ما بحبش. افرضي اضطريتك الظروف انك تخربشي. اضطرتني ممكن. ممكن لو اضطرتني ممكن. مش هقول ان انا نوين انا اخربش. لا ممكن. ليه بتحب اللون الاحمر؟ بحب كل الالوان. عشان نور لون عاطفي ناري متوهج وانت كده؟ لا بحب كل الالوان. بتحبي جمانة بنسبه كام في الميه؟ بحب جمانة بنسبه كام؟ بحبها قوي 100%. جمانة معلش انا اسف بس عشان في حاجه في شعرك مش مظبوطه فانا جبت لك المرايه معايا اهي. خدي نفس. نفس من غير ضحك. مش قادرة. اكتم الضحك. جمانة انتجتي مسلسل اسمه انتقام الوردة. ممكن يزورك احساس بالرغبة في الانتقام؟ لا. ليه؟ عشان انا بالنسبة لي الانتقام ضعف. البني ادم اللي بيفكر ينتقم بني ادم ضعيف. وانت قوية الحمد لله. هل في حياتك غرام تحول الانتقام مش بدرة منك من الطرف التاني؟ ممكن. يعني بسيط. حبك لدرجة انه حب ينتقم منك عشان انت محبتوش زيه؟ حصلت. وايه اللي حصل بالظبط؟ مش فاكرة يعني. المواضيع دي مش مهمة بالنسبة لي. حلم نجاح فيلم لحظات أنوثة بالشكل اللي كنت تحلمي بيه عمل لك عقدة؟ إن هو منجحش. عمل لي عقدة لفترة وبعدين طلعت منها. طلعت منها إزاي؟ طلعت منها بكباريه. اختياراتك كانت غلط؟ ولا حسن ظنك بالناس؟ حسن ظني. حاسة إن الود بينك وبين الفنانين موجود ولا مفقود؟ لا موجود الحمد لله. طب لو حسيتي ان في فنانه بتسعى عشان تخطف منك دور تعملي فيها ايه؟ الارزاق على ربنا. كل واحد ليه رزقته يعني. لو حاولت قد ما تحاول لو انا ليا نصيب فيه هيبقى ليا. خطف منك ادوار؟ كام دور؟ مش كتير. مش كتير. ازاي تعملي دور واحده هنديه؟ تخيلي مراتك هنديه فعلا؟ ازاي؟ انا عشان اتولدت في يعني مش اتولدت تقريبا يعني رحت الامارات وعندي سنتين بس بعدين اتولدت في نيودلهي مثلا. لا فبتكلم هندي. تكلمي هندي؟ بتكلم اردو. كنت بتكلم اردو احسن من كده بكتير. دلوقتي بتكلم بفهم شويه يعني. طيب انا هسالك سؤال رد عليا بالهندي. لا ما اقدرش. مش للدرجه دي. لا اقول لك هو كلمات كده بس. طب قولي لي يعني ايه رايك في برنامجنا؟ قولي. لا ده صعب. طب قولي لي اي جمله بالهندي. كيام انتهي. نعم. اب كيام انتهي. اب ايه يعني؟ ايه انت عايز ايه؟ قولها لي تاني. ابك يا ما انتهي. انا مش عايز حاجه. انت عايزه ايه؟ انا عايزه انام. عايزه تنامي؟ بتنامي بهدوء وبعمق ولا بتاخدي وقت عشان تنامي؟ باخد وقت عشان اول ما احط راسي على المخده بعمل يعني رويند لكل حاجه. برجع كل حاجه. تحبي النوم؟ احيانا. تحبي تحافظي على بشرتك؟ بتحبي تحافظي على نضاره قلبك؟ طبعا دايما بدعي بقول يا رب طهر لي قلبي. ايه الحاجه الوحيده اللي فشلت في الحفاظ عليها؟ اللي فشلت في الحفاظ عليها؟ كان نفسك تحافظ عليها وفشلت. مش فاكره. بتحبي المزيكا؟ طبعا. زمان لما كنت طالبه كنت بتحبي المزيكا بتاعت امريكا اللاتينيه مش كده؟ لا انا بحب لغايه دلوقتي بحب المزيكا بتاعت امريكا اللاتينيه بحبها. انت عملت دور راجل كمان مش كده؟ راجل. طب الهندي وعرفناه. في راجل بالجمال ده يا جمانة عملت راجل ازاي؟ والله طلعت راجل حلو. وتعكست. وتعكست فين؟